أحييكم طلاب المرحلة الأولى قسم الأشعة والسونار في كلية المنارة للعلوم الطبية. طبعا إن شاء الله اليوم محاضرتنا هي تكملة للمحاضرة السابقة اللي تحدثنا بها عن الجاسترو انتستينال تراكت اللي هو الجهاز الهضمي. تحدثنا بالمختبر السابق عن الماوث والفارينكس الإيزوفيغاس الستومك السمول انتستين اند لارج انتستين. Today we will talk about the accessory organ in the gastrointestinal tract. يعني راح نتحدث عن الأعضاء الملحقة بالجهاز الهضمي اللي هي تتضمن لنا الليفر والستومك العفو الليفر والجول بلادر والبنكرياس والسبلين يعني الكبد والمرارة والبنكرياس والطحال. اول اكسسوري اورجان اللي هو الليفر اللي هو الكبد. زين الكبد هو the largest gland in the body يعني هو اكبر غدة موجودة بالجسم يعتبر اللي هو الليفر اللي هو الكبد. located on the right side of the body under the diaphragm يعني هو موجود وين؟ موجود بالجهة اليمنى من الجسم تحت الحجاب الحاجز. يعني هنا موقع راح يصير بالجهة اليمنى من الجسم تحت الحجاب الحاجز. consists of four loops يتكون من أربع لوبات. هسه راح نجيهن بالصورة. suspend from the diaphragm and abdominal wall by falciform ligament يعني راح يرتبطنا بالجدار مال البطن والحجاب الحاجز عن طريق هذا الليجمنت اللي يسمونه الفالسيفورم ليجمنت. وهمين راح يفصل لنا الرايت لوب عن الليفت لوب. هسه راح نجي نوضحها بالصورة. connected to the gallbladder via the common hepatic duct. هسه راح نجي خلال الصور راح توضح الصورة أكثر. فإذا الكبد هو أكبر غدة موجودة بالجسم موجود بالجهة اليمنى من الجسم تحت الحجاب الحاجز ويتكون من four loops أربع لوبات. هنا بهاي الصورة إذا تشوفون عندنا الليفر. طبعا هاي الصورة هنا واضح لنا بها السوبيريور سيرفس اللي هو السطح العلوي مال الكبد. وهنا بهاي الصورة نطلع لنا الانفيريور سيرفس السطح السفلي مال الكبد. زين هنا إذا تشوفون بالسطح العلوي الكبد احنا قلنا الكبد يتكون من four loops يعني أربع لوبات. هاي خلوها ببالكم. أول واحد اللي هو يسمونه right loop of the liver هذا كله right loop اللي هو الفص الأيمن من الكبد. زين هذا الثاني اللي هو يسمونه left loop الفص الأيسر. طبعا مثل ما تشوفون انه right loop هو أكبر من left loop. زين هنا إذا تشوفون أكو فد فاصل بين الرايت لوب والليفت لوب اللي هو هذا الليجمنت يسمونه فالسيفورم ليجمنت اللي هو قلنا هو نفسه عن طريق الكبد راح يتعلق لنا بالدايفرام والابدومينال وول جدار البطن. فاذا الليجمنت اللي يربط لنا الليفت لوب عن الرايت لوب هو يسمونه فالسيفورم ليجمنت. اذا نجي للسطح السفلي مال الكبد اذا تشوفون هسه احنا قلنا الكبد يتكون من اربع لوبات. اللوب الاول هذا رايت لوب عرفنا. اللوب الثاني هو ليفت لوب. زين بالسطح السفلي عندنا همين تو لوب. اللوب الاول هذا يسمونه كوادريت لوب هذا الصغير يسمونه كوادريت لوب. اللوب الثاني اللي هو يسمونه كوادييت لوب هذا كوادييت لوب. زين فصار عندنا اربع لوبات اللي هو رايت لوب ليفت لوب ذني بالسطح السفلي بالسطح العلوي العفو بالانفيريور سيرفس اوف ذا ليفر اللي هو بالسطح السفلي موجود الكوادريت لوب والكوادييت لوب. زين وهاي الجول بلادر اللي هي المراره صايره بال اندر ذا ليفر بالسطح السفلي مال الكبد. طبعا وظيفه الكبد يعني الى عده وظائف الكبد اكيد يعني واحدة من عدها انه ينتج لنا البايل اللي هي هاي المادة الصفراء اللي تفيدنا بعملية هضم الدهون. وهمينا له دور مهم بانتاج البروتينات وايضا ازالة السمية من الجسم يعني هواي مواد سامة هو راح يزيلها الكبد. وايضا طبعا له فائدة بعملية التخثر. طبعا اكيد يعني عوامل التخثر راح ينتجها الكبد وهاي
ايضا هناك بعض الادويه طبعا راح يصير الميتابوليزم مالتها عن طريق الكبد، يعني بعض الادويه ناخذها وراح يعني تطرح خارج الجسم ويصير لها ميتابوليزم عن طريق الليفر. هنا طبعا راح نجي للأورغان الثاني، العضو الثاني اللي هو الجول بلادر اللي هي المرارة. طبعا انتم اكيد سامعين بالمرارة، واكيد انه مرات الانسان يصير عنده يقولون هذا عنده حصوة بالمرارة، فهسه راح نشرح الجول بلادر. الجول بلادر ساك فاوند ان ذا هلو فوسا اوف ذا ليفر، يعني هي وين صايرة؟ مثل ما قلنا صايرة تحت الكبد، تحت الكبد. Store the bile from the liver by the way of cystic duct، يعني وظيفة الجول بلادر المرارة هي راح تخزن البايل، هاي المادة الصفراء. المادة الصفراء راح يعني تنتج عن طريق الكبد، وبعدين من راح تنتج عن طريق الكبد راح ترجع للجول بلادر للمرارة وتنخزن بالمرارة وتطرح. يعني مثلا الإنسان راح يأكل مواد دهنية، فمن راح يأكل مواد دهنية هنا راح يحتاج البايل، هاي المادة الصفراء، ف بهذا الوقت المرارة راح تطرح هذا البايل وراح يروح للأمعاء الدقيقة حتى يهضم من الدهون. هسه راح نشرحها بالصورة اللي تجي إن شاء الله. مثل ما قلنا بايل المادة الصفراء is introduced into the duodenum، راح تروح وين؟ للدودنم اللي هو الاثني عشري. In the presence of fatty food، يعني الإنسان من يأكل أكل بدهون فيحتاج إلى بايل مادة صفراء على مود تنهضم الدهون، فراح تطلع هاي البايل المادة الصفراء من المرارة وراح تروح للدودنم، دودنم اللي هو الاثني عشري. زين، جول ستون كان كوز بلوكج، طبعا هنا جول ستون يعني حصوة، ستون حصوة، جول ستون يعني حصوة بالمرارة. ممكن تسوي لنا انسداد بعملية أو بالطريق اللي راح يخرج عن طريق البايل المادة الصفراء وتروح للاثني عشري، فإذا صارت عندنا حصوة بهاي المنطقة راح يصير انسداد. زين، هنا الجول بلادر المرارة طبعا هذا شكلها، يعني كم مثري تقريبا. زين، تتكون من أجزاء، أول واحد اللي هو الفندس، ثاني البودي اللي هو جسم المرارة، وآخر شيء النيك. إذن المرارة تتكون من فندس وبودي ونيك. إذا تشوفون هاي القناة اللي طالعة من المرارة هاي يسمونها سيستيك دكت، هاي القناة تطلع من المرارة. طبعا هي شنو وظيفة هاي القناة؟ هاي القناة راح تجيب لنا البايل المادة الصفراء وتخليها بالمرارة، وبعدين من نحتاج المادة الصفراء راح يطلع من المرارة عن طريق السيستيك داكت ويروح لنا للاثني عشري. هسه راح نجي نشرحها بالصورة الجاية إن شاء الله. أهم شيء تعرفون إنه المرارة تكون من 3 أجزاء اللي هي فندس بودي نيك، وهاي تطلع من قناة يسموها سيستيك داكت. هنا بهاي الصورة واضح لنا البيلاري سيستم، النظام البيلاري سيستم. راح اشرح لكم شنو البيلاري سيستم. يعني احنا قلنا هسه لو نفترض هنا عندنا الكبد، هذا الكبد عندنا هذا الجزء الايمن وهذا الجزء الايسر. زين، هذا الكبد راح ينتج لنا هاي المادة الصفراء البايل. زين، من سوينا انتاج للبايل لازم وين راح يروح؟ لازم يروح ينخزن بالجول بلادر اللي هي المرارة. زين، راح يجي منها عن طريق هاي القنوات، هاي يسمونها رايت هيباتيك دكت. هيباتيك يعني معناها كبد، يعني كلمة هيباتيك اللي هي هاي تعني لنا يعني ليفر. من تسمع كلمة هيباتيك يعني ليفر، يعني كبد. فهنا هاي رايت هيباتيك دكت، وهنا ليفت هيباتيك دكت، يعني قناة تجينا من الجهة اليمنى مال الفص الأيمن مال الكبد، وقناة تجينا من الفص الأيسر مال الكبد، راح تجيب لنا البايل، راح يلتقن بنقطة وشكل لنا قناة يسمونها كومن بايل داكت. زين، الكومن بايل داكت، العفو، كومن هيباتيك داكت. زين، راح تجي الكومن هيباتيك داكت وراح تلتقينا، بالسيستيك داكت، هاي اللي قلنا القناة اللي تطلع من المرارة. زين،
فهنا السيستك دكت ويا الكومن هيباتيك دكت راح يلتقن شكلنا قناة ثانية يسمونها كومن بايل دكت، وهاي الكومن بايل دكت راح تجي وين تصب لنا؟ تصب لنا بالسكند بارت اوف دودنم. يعني احنا مو قلنا الدودنم الاثني عشر بي ثلاث اجزاء، هذا فيرست بارت الجزء الاول، هذا سكند بارت، وراح يجي الثيرد بارت. فهي هاي القناة الكومن الكومن بايل دكت راح تجي تصب لنا بالسكند بارت اوف دودنم بالجزء الثاني مال الاثني عشري. راح نعيدها على السريع، عندنا من الكبد راح تجينا اثنين قنوات، واحدة من الليفت وواحدة من الرايت، هاي يسمونها الليفت هيباتيك دكت وهاي رايت هيباتيك دكت، يلتقن يشكل لنا كومن باي كومن هيباتيك دكت. زين الكومن هيباتيك دكت ويا السيستيك دكت اللي جاية من المرارة راح يشكل لنا الكومن بايل دكت، وهاي الكومن بايل دكت راح تجي تصب لنا بالاثني عشري سكند بارت اوف دودينم. طبعا اذا تشوفون هنا قناة ثانية يسمونها بنكرياتيك دكت اللي هي القناة الجاية من البنكرياس، البنكرياس راح هنا موجود، همين راح تجي قناة من البنكرياس وتصب الاثني عشري. ايش راح تجيب لنا هاي القناة؟ تجيب لنا الانزيمات الهضم digestive enzyme اللي تفرز عن طريق البنكرياس، وهمين راح تساعدنا بعملية الهضم. زين هاي الصورة اذا تشوفون صورة ثانية. فاذا هسه اذا تشوفون مثلا لو نفترض هسه هنا خلي بس اوضح الصورة، فلو نفترض هنا الكبد راح يفرز لنا البايل، طلع لنا بايل اللي هي العصارة الصفراء، راح يجي عن طريق رايت اند ليفت هيباتيك دكت من هنا ومن هنا، راح يجي بعدين للكومن هيباتيك دكت، وبعدين راح يروح عن طريق السيستيك دكت للمرارة. هنا راح تصير عملية خزن البايل المادة الصفراء من ناكل مواد دهنية، راح نحتاج هذا البايل، فيجي يطلع من المرارة عن طريق السيستيك دكت، راح يجينا هنا، وبعدين هنا قلنا راح تصير لنا كومن بايل دكت. هاي الكومن بايل دكت هي قلنا تشكل لنا من تلتقي الكومن هيباتيك دكت ويا سيستيك دكت، راح تكون لنا الكومن بايل دكت. هاي الكومن بايل دكت راح تجينا تجيب لنا البايل وتصب الاثني عشري بالدودينام. وهنا اذا تشوفون همين هاي القناة مال البنكرياس بنكرياتيك دكت اللي جاية من البنكرياس، راح تجيب لنا الدايجستيف انزايم الانزيمات الهاضمة، همينه تصب الاثني عشري حتى تكتمل عملية الهضم. خلصنا اللي طبعا ما حكينا على موضوع نسيانه، يعني اللي هو الجول ستون الحصوة مال المرارة. يعني اذا تسمعون انه اكو بعض الناس انه يقول لك هذا عنده حصوة بالمرارة، وين تصير الحصوة؟ الحصوة يعني لها عدة اماكن، اما الحصوة تصير هنا بالمرارة نفسها، او احتمال تصير هنا بالدكت بالقناة نفسها هنا. فأكيد إذا صارت هنا راح تسبب لنا مشاكل، يعني راح تسبب لنا التهابات، سبب لنا ممكن التهاب، يصير مثلا فايبروسيس اللي هو تليف بالجول بلادر، أو ممكن احتمال تجي هنا أو تجي هنا راح تسد لنا مجرى المادة الصفراء وتسوي لنا التهاب. ومرات أكو بيهم يعني يحتاجون عملية، وأكو بيهم ممكن يعني إذا كانت حجمها صغير ممكن يستجيب للعلاج. وطبعا هي حصوة المرارة أكثر شيء راح تكون بالنساء أكثر شيء يعني. فيعني هاي بس للاطلاع لكم إنه تعرفون شنو معنى حصوة المرارة. الأورغان الثالث أو العضو الثالث اللي هو ملحق بالجهاز الهضمي اللي هو البنكرياس. البنكرياس إذا تشوفون هذا هنا موقعه، طبعا صاير هنا تحت المعدة البنكرياس. البنكرياس ريتروبرتونيال، يعني شنو ريتروبرتونيال؟ مثل ما تعرفون انه الاعضاء مال الابدومن مال البطن راح تتغلف بغلاف يسمونه البريتونيوم، البريتونيوم. فهي ريتروبرتونيال يعني خلف الغشاء مال، يعني صاير بوستيريرلي. زين يتكون من هيد وبودي وتيل، تيل يعني بالعربي ذيل، بودي جسم، وهيد الرأس، وهمين بينك هسه راح نجي نشرحها. البنكرياس شنو وظيفة البنكرياس؟ البنكرياس عنده وظيفة اندوكراين اند اكسوكراين. شنو يعني اندوكراين؟ يعني راح يفرز لنا انسولين، واللي دائما يصير عندهم مثلا سكري من النوع الاول ديابيتس اللي هو السكر النوع الاول، يصير عندهم مشكلة هنا وما راح ينفرز لنا البنكرياس الانسولين، الانسولين ما راح ينفرز.
فالوظيفة اندوكراين إلى وظيفتين، واحدة يسمونها اندوكراين تفرز لنا الأنسولين، والثانية يسمونها اكسوكراين تفرز لنا دايجستيف انزيم، انزيمات هاضمة. فالبنكرياس إلى وظيفتين، الوظيفة الأولى اللي هي تفرز هرمونات اللي هي من عندها البنكرياس وجلوكاجون، طبعا أنا راح ينظم مستوى السكر بالجسم، فإذا صار مشكلة راح يصير خربطة بالجسم، ممكن يصير عند الإنسان سكر. الوظيفة الثانية اللي هي يسمونها اكسوكراين، يعني وظيفة تفرز لنا دايجستيف انزيم، مثل ما قلنا انزيمات الهضم تفيدنا بعملية الهضم. هنا أنا هذا البنكرياس، قلنا هذا البنكرياس صاير يعني أسفل المعدة، يتكون من تيل اللي هو الذيل للبنكرياس، البودي جسم البنكرياس، وهاي هنا عندنا النيك بس ما يعني مشرين عليها، وهذا الهيد هذا رأس البنكرياس. وإذا تشوفون هنا هاي بنكرياتك دكت، هاي القناة اللي هي شنو وظيفتها؟ قلنا راح تنقل لنا الدايجستيف انزيم، الانزيمات الهاضمة من البنكرياس، وتجيبها راح تصب عندنا هنا بالاثني عشر بالدودينوم. والبنكرياس طبعا ممكن تعرفون ممكن يصير بيه التهاب، ممكن يصير بيه مرض مزمن لا سمح الله، ممكن يصير بيه هواي شغلات يعني. ومثل ما تعرفون انه البنكرياس قلنا له وظيفتين، وحده الوظيفه الاولى انه يفرز هرمونات، هرمونات الانسولين والجلوكاجون اللي هنا راح ينظم مستوى السكر بالدم. الوظيفه الثانيه راح يفرز لنا دايجستيف انزيم اللي هن الانزيمات الهاضمه اللي يساعدنا بعمليه الهضم. العضو طبعا الاخير من الاعضاء الملحقه بالجهاز الهضمي اللي هو السبلين اللي هو الطحال، هذا مثل ما تشوفون السبلين الطحال وين صاير؟ صاير لنا بالجهة اليسرى من الجسم، بالجهة اليسرى السبلين صاير بالجهة اليسرى من الجسم. زين، شنو وظيفة السبلين؟ السبلين طبعا وظيفته هو يعتبر مقبرة لكريات الدم الحمراء، يعني راح يصير تحطيم للكريات الدم الحمراء. من ينتهي الكريات الدم الحمراء عمرها 120 يوم، من راح ينتهي عمرها؟ راح يصير تحطيم لهاي الكرات الدم الحمراء عن طريق الطحال، وأيضا الطحال له وظيفة مناعية بالجسم. وإذا تشوفونا طبعا الأرتري والفينز يعني الوريد والشريان، الأرتري طبعا يسمونه سبلينك أرتري اللي هو يغذي السبلين، وهنا الفينز اللي هو يسمونه سبلينك فين، هاي طبعا شرايين وأوردة راح تغذي السبلين الطحال. هنا طبعا هسه خلصنا الاعضاء الملحقه بالجهاز الهضمي، راح نجي الى البلد سبلاي اوف ذا جاسترو انتستينال تراكت، يعني منين راح تتغذى الجهاز الهضمي، راح يجي تغذيه يعني تغذيه بالدم. اكيد هو راح يجي عن طريق الايورتا اللي هو الشريان الابخر، اذا تشوفونه هذا هنا مثل ما تعرفون انه الايورتا الشريان الابهر يطلع من القلب، هذا من هنا هذا السيندينج يعني الصاعد، وراح يجي ارتش قوس مال الابهر، وبعدين راح ينزل ليه جوا يسمونه ديسيندينج يعني النازل، راح ينزل الايورتا ويوصل للابدومن للبطن، راح ينطينا عده فروع. يعني الشريان الابهر بالبطن من ينزل ليه جوا، يعني هو الشريان الابهر ترى مو موجود بس بالقلب، يعني هو يطلع من القلب وراح ينزل ليه جوا للبطن وينزل اخر شيء يوصل للحوض. فبالبطن الشريان الابهار راح يعطينا فروع. زين، ذن الفروع اول واحد اللي هو يسمونه السيليك، هذا السيليك ترانك، هذا اول فرع، طبعا راح يعطينا ثلاث فروع السيليك، هسه راح نجيب الصوره اللي بعدها. هذا السيليك راح يتفرعنا الى ثلاث فروع، واحدة اثنين ثلاثة. زين، الفرع الثاني اللي هو سوبيريور ميزنتريك، هذا السوبيريور ميزنتريك ارتري، سوبيريور ميزنتريك ارتري، وايضا رينال ارتري، طبعا من اسمه رينال، رينال يعني شنو؟ راح يروح، راح يروح للكدني للكلى، يعني كلمة رينال تعني كدني يعني كلى، فرينال ارتري يعني راح يروح يغذي الكلى. زين، وايضا عندنا هذا انفيريور ميزنتريك ارتري، طبعا السوبيريور ميزنتريك ارتري راح يغذينا السمول انتستين الأمعاء الدقيقة، بينما الانفيريور ميزنتريك ارتري راح يغذينا اللارج انتستين. هسه راح نجيب هاي الصورة اوضح شوية. فإذا تشوفون هنا هذا الايورتا جاي، الايورتا وصل للبطن الابدومن،
بالابدومن راح يعطينا فروع. اول فرع اللي هو يسمونه السيلياك، سيلياك ترانك او سيلياك اكسس، مثل ما قلت لكم هذا السيلياك اذا تشوفون راح يعطينا 3 فروع، هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد. اول واحد اللي هو يسمونه هيباتيك ارتري، من اسمه هيباتيك، كلمة هيباتيك يعني تعني ليفر يعني كبد، فهيباتيك ارتري يعني راح يروح يغذي لنا الكبد. زين، الفرع الثاني اللي هو يسمونه ليفت جاستريك ارتري، كلمة جاستريك يعني ستومك، هاي المفروض انتم تاخذونها بالمصطلحات مادة المصطلحات، كلمة جاستريك يعني ستومك يعني معدة، فمن اسمه ليفت جاستريك ارتري يعني راح يغذي لنا المعدة. زين، سبلينك ارتري من اسمه راح يروح يغذي لنا السبلين. فاذا اول فرع بالايورتا من الشريان الابهر اللي هو يسمونه السيلياك، هذا السيلياك راح يجي يعطينا 3 فروع، 1 2 3، اللي هن اول واحد هيباتيك ارتري من اسمه يغذي الكبد، ليفت جاستريك ارتري يغذينا الستومك المعدة، والسبلينك ارتري راح يغذينا الطحال. زين، هنا مثل ما تشوفون هنا هذا الفرع اللي هو يسمونه سوبيريور ميزنتريك ارتري راح يغذينا الامعاء الدقيقة اللي هن الدودينام والجوجينام والاليوم. الفرع هذا اللي هو يسمونه انفيريور ميزنتريك ارتري، الانفيريور ميزنتريك ارتري راح يغذينا الامعاء الغليظة اللي هي السيكام، الابندكس، الاسندينج كولون، ترانسفيرس كولون، ديسندينج كولون، وسيجمويد كولون، وراكتام. فهذان اللي لازم تعرفوهن. وهم اذا تشوفون منا ومنا هذا يسموهن الرينال ارتري، رايت رينال وليفت رينال، لان من اسمهن قلنا رينال يعني تعني كدني يعني كلى، راح يروحن للكلات، راح يغذيهم من الجهه اليمنى والجهه اليسرى. فهذان الفروع مال الايورتا لازم تعرفوهن، وكل واحد شي يغذي يا جزء من الامعاء. اخر شيء مثل ما تعرفون انه الجسم يجي دم من القلب، كل انحاء الجسم تجيها دم من القلب، وهذا الدم راح يروح للخلايا، لان هذا الدم بيه اكسجين، يروح للخلايا، الخلايا راح تستخدمه تاخذ من عنده الاكسجين. زين، بعدين صار العفو، بعدين صار دم غير مؤكسج، يريد يرجع للقلب. شلون يرجع؟ يعني الدم يجي من القلب عن طريق شرايين، اذا يريد يرجع من الجسم يرجع للقلب عن طريق شنو؟ عن طريق اورده. فالجهاز الهضمي مثل ما قلنا يجي دم منين؟ من الشريان الابهر الايورتا، وراح ينطيه فروع، حكينا على الفروع اللي تتفرع من الايورتا وتروح للخلايا الجهاز الهضمي. زين، هذا الدم يريد يرجع للقلب، شلون يرجع؟ عن طريق اورده. هم يعني نفس التسميات، فقط فين يعني الارتري يصير فين. فاذا تشوفون هذا من الطحال يرجع عن طريق سبلينك فين، احنا مو قلنا الطحال يغذي سبلينك ارتري، فيرجع الدم عن طريق سبلينك فين. هنا أنا ايضا عندنا انفيرير ميزنتريك فين، مثل ما قلنا انفيرير ميزنتريك ارتري عندنا انفيرير ميزنتريك فين، وهذا الانفيرير ميزنتريك فين منين يجمع لنا الدم؟ يجمع لنا الدم من الامعاء الغليظه، لان يعني مثل ما قلنا الانفيرير ميزنتريك ارتري راح يغذينا الامعاء الغليظه، والدم يرجع من الامعاء الغليظه عن طريق الانفيرير ميزنتريك فين. وايضا هذا السوبيريور ميزنتريك فين راح يرجع لنا الدم من الامعاء الدقيقه. فاذا عندنا سبلينك فين، انفيرير ميزنتريك فين، وهذا السوبيريور ميزنتريك فين راح ينجمعن ثلاثتهن وراح يشكل لنا البورتال فين. هذا البورتال فين ايضا راح يروح للكبد، وايضا يجمع لنا الدم الراجع من الكبد، واخر شيء البورتال فين راح يصب لنا بالانفيرير فينا كيفا، هاي اللي قلنا راح ترجع لنا الدم للقلب وتصب لنا بالاذين الايمن، اذا تتذكرون محاضرات القلب. فالبورتال فين هذا راح يصب لنا بالانفيريور فينا كيفا ورجع لنا الدم للقلب. والى هنا انتهت محاضرتنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا، مع السلامه.